تخربش لي النادير بدو عفرها وش عارف شيني شورك تكلم فيا قدام الباب ثوان يا راجل ليك وحشه ما عاد شفناك شبيك شبيك شو شو بين يديك بطاطا واضحة كلاه لين داب زيد يا دهكي زيدي نجمع الشي آخر أخبار بنتهم وانت عرس زي أفعل باي مجهودك حاصل فيكم Example, he is singing and singing in room. عن شيء شنو هذا؟ خيرك بعيطي. مليت من القراية خلاص ما عشت نبي نقرا كل يوم امتحان كل يوم امتحان خلاص تعبت. بعد لما تاخذي الشهادة وتنجحي راح تنسي التعب هذا كله إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. قام روحتي شن صار في الامتحان؟ ما نجحتش. معلش بنيتي تعوضها في الامتحان الجاي. لا لا انا خلاص ما عادش نقرا ندهش في روحي نقرا 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 نسقط. لا بنيتي شنو الكلام اللي تقولي فيه؟ الشهادة مهمة للبنية لأي ظرف لا سمح الله تستحقها وتخدمي به. نقدر نخدم من غير شهادة عادي. وش بتخدمي من غير شهادة؟ تو تشوفوا بنخدم من غير شهادة ونطيح فلوس ونبدا معبية. شو انت حسابي روحك مربوعتي يا انا مش فاضيت لك عندي خدمة برا جايني زباين يوم ما زودي لبنتك هيا ما تتعاركوش كلكم بتمكجوا وراح نطلعكم زي القمر زي اسمي بالضبط كولا تعالي لي خيرك شم فيه المرأة شعرها ايوه شعوي حلو يحب شعرك حركتي شعر المرأة يا بهبولة ليلي شم منتير تيوان ندري عليك تو مكيجها مش هطلع حد شعرها تو نقولها موضة الله يهبل اللون عليك ما تتحركيش خلي ركب الرموش بهي وتمينة شنو دوتي فيا حسبي الله ونعم الوكيل فيك شنو خيرك طالعة زي القمر كنت زي القمر قبل ما تمكيجيني ما دامك ما تعرفيش تمكيجي علاش تفتحي مزينة وتخدمي الناس وتاكلي بفلوسهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا غشاشات فوك عليا انا مش هنستسلم وراح نستمر ونكافح ونفتح مشروع تاني وراح يطيح لي فلوس هلبة انت شنو مفيش دار تانية في الحوش تفتح فيها مشاريع كل المربوعة انت مفروض في الظروف هذه توقف معاي وتساندني مش الاخ سند الاخت انت فاهم السند غلط يا اخترة سليطة وخيي سامحني تو انا مش فاضي عندي طلبيات نخدمهم تو نتعارك معك بعدين باهي قمر حتى انا بنبدا نطيب وناخذ فلوس باه الو صح وجهك يا غشاشة حشمتيني قدام ضيوفي معقولة المبطل المفروم نايم من داخل والرز مالح ما يتاكلش ومديرتيلي نتفة كبدة والبوريك مدايراه فاضي من داخل يا غشاشة الماكلة كلها تلوحت محدش كلاها دفعت لك فلوس على الفاضي حسبي الله ونعم الوكيل فيك ناس تخدم من غير ضمير يا حليلي شنو مشروع جديد ما تتوبيش انتي لا لا المشروع هذا سهل وما فيش فشل تهو نشوفه انا اهم شي عندي ولدي ينجح في الامتحان ولا يهمك الدرجة مسكرة من توا ضروري تكون مسكرة مسكرة بالقفل زيادة ما تدوري شي وينها وينها قمر وينها اللي قالت ولا يهمكم بنتي سكرتي لها راسها مش سكرتي لها الدرجة قمر يا قمر يا حصة وينك
اللي درتيه بيدك. باهي شم ندير؟ انا قلت لك اجري وخدي شهاده تخدمي بها، مش هكي؟ الخدمه هذه ما يبيلهاش شهاده. كيف ما يبيلهاش شهاده؟ البلاد اللي يقروا في المدارس ما عندهم الشهادات، جايين يقروا هكي وخلاص. لا، كلهم عندهم شهاده تدريس، وحتى المزينات ياخذوا في دورات ويقروا ويعطوهم شهادات في تخصصهم، مش يفتحوا مزينات هيك ويلعبوا في وجيه الناس وياكلوا فلوس الناس. ونفس الكلام على الطباخات، واللي يفتحوا معامل هادو متخصصات في شغلهم، وفي منهم اللي يقروا في بلاد البرة ويتعبوا. آه يا بنيتي، اسمعي كلامي وكملي قرايتك وخودي شهادتك، ولو تبي تخدمي اخدمي بشهادتك وتخصصك اللي تفهمي فيه. سليطة، هاي كم دفعني للكلية؟ هيا واخيرا جاء عقلك في راسك وفكتينا من مشاريعك الفاشلة. بسم الله. اه عمي، شن حالك؟ اهلا يا مادي، الحمد لله. عمي توصل حاجة؟ نسيتك حاجة؟ لا صحيت ولادي، بارك الله فيك. هذا شنو الولد مادي 24 ساعة جاينا وماد وجهه، شنو هذا؟ منو؟ مادي نسيبنا؟ وخير يا ابوي شن فيه؟ لا 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 لا، مش عاجبتني حركات. لا يا ابوي، الولد الحق ما شاء الله عليه كويس، يعول يعول علينا اكثر حتى من السليطة. اياح يعول، ما ريته يعول. هاز بالله عليك في العشية برا جيب لنا سباك يصلح لنا الشيش، ما تسرب. باهي يصير خير. شنو طابق ذاك؟ ايه طاب، هاي تو نسجيلكم. السلام عليكم يا عمي، وين ماشي؟ إيا علينا. عليكم السلام، ماشي بنجيب سباك، عندي شيش متسرب يصلح حالي. تيتون صلحها أنا يا عمي، مش لازم تجي سباك ولا شيء. تعرف تصلحها؟ تأكيد، أنا تخصصي شي سمات. ما شاء الله عليه، يا بختنا فيه مادي. تيشن دار هو؟ هي راهي شيشمة، كل حد يقدر يصلحها. السلام عليكم يا عمي، وين ماشي؟ يا الله، ماشي بنوقف طابور الشيل بنعبي بنزينه. انك صارتك بنزينه يا عمي؟ ايه. تي مش لازم تمشي يا عمي وتتعب روحك، عندي باقة بنزينه في الحوش تو نجيبها لك. باهي صحيت ولدي. اه يا عمي جبت لك بنزينه. صحيت ولدي. والله منور مادي. يا حسن دار، بنزينه كاتره عندهم في الحوش وجاب لنا بانقة. اللي ما عرفش ندير مع بوك يا سليطة باش نعجبه. سهل، تبي تعرف شدير باش نعجب بيك بوي، تعال تو نقول لك انا شدير. هيك بس. بس. تمام، تعال نجرب. ما لقيتش بوك انا. تلقاه في الغذائية. مستحيل يا حاج، وريتها يا. يبيعوا فيه في الغذائية. موجود في كل مكان. تي صح كلام عمي، موجود في كل مكان. انت تعرف عشان يتكلم؟ اكيد. ايه يتكلم على البط، يبيعوا فيه في الغدائية. ها بط؟ ايه صح كلام عمي. ايه قلت لكم غير فوتونا من البط وشوفونا موضوع السيولة عشان يصير فيها الاسبوع الجاي ان شاء الله تتوفر في المصارف. مين قال لك؟ ينزل عليك الوحي ولا كيف انت؟ لا رسمي، خذوا بكلام عمي. ايه حتى البضاعة المدعومة اللي قلت لكم عليها مش حصير منها، هو ما صارش منها. يا عمي ما يقولش حاجة كي وخلاص، واخبارها موثوقة. قلت لكم حتى الضاد ويضربوا فيه بالعكس ويخش. ايه صح كلامك كله صح. والله الوليد مادي هذا ما شاء الله عليه، ما فيش منه اثنين. شني شعورك تكلم فيها قدام الباب؟ ثوان يا راجل، ليك وحشة ما عاد شفناك. شبيك شبيك سوسو بين يديك. بساطة واضحة كلها لين داب. زيدي يدحكي زيدي. ندم ماشي آخر أخبار بنتها وانت عرس. بسيطة باهي متفودك حاصل فيكم.